السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا مشتركين قناة مكسيمة مزادات اوكشن. موعدنا اليوم يا شباب مع مزاد جديد من مزادات كوبرت الامريكية، مزاد اونلاين. هنشوف سيارات باسعار خيال خيال، بمعنى كلمة خيال، اسعار عمرك ما هتشوفها في اي مكان في العالم. ليه؟ لان المزاد ده احنا حاليا بتوقيت مصر بتوقيت الساعة 5:30 الفجر، فالمزاد اللي بيبقى توقيت الفجر زي ما قلنا قبل كده بتبقى أسعار خيال، مفيش حد بيزايد عليها في التوقيت ده في أمريكا، تمام؟ فمفيش حد بيبقى فاضي حاليا للمزاد أو يدخل يزايد على المزاد في أمريكا في التوقيت ده. فهتشوفوا أسعار يا شباب غريبة وعجيبة، وزي ما قلنا يا شباب دايما بنقول أي حد حابب يشتري سيارة من أمريكا بأسعار ببلاش وبرخص التراب زي ما احنا شايفين يتواصل معايا على رقم الواتساب موجود بوصف الفيديو، وإن شاء الله نجيب له السيارة اللي هو بيتمناها بأرخص سعر وأفضل حالة إن شاء الله. واللي ما اشتركش في القناة يا شباب يا ريت يشترك ويضغط زر اللايك عشان لا يفوته أي مزاد من مزاداتنا اليومية. أول سيارة معانا سيارة نيسان روج هايبرد كهرباء وبنزين موديل 2018. السيارة كلين تايتل ماشية 94,000. سيارة حديثها خلفي وصلت 4850 دولار و 4900 دولار. السيارة رير اند، العربية دي هايبرد بنزين وكهرباء، موتور كهرباء وموتور بنزين. العربية دي بتبقى موفرة في البنزين جدا لأن بتشتغل بنزين وكهرباء مع بعض، فبتبقى موفرة في البنزين جدا. السيارة هم كاتبين إن حادثها خلفي، بس أنا مش شايف إن في حادث، ممكن يكون شيء بسيط جدا، بس هم للأمانة كاتبينه يعني. السيارة انباعت يا شباب، مبروك لصاحب النصيب. السيارة معانا الشيفورليه ترافرز ال تي موديل 2015. السيارة كلين تايتل وماشية 142,000 مايل. السيارة نورمال وير ما فيهاش أي مشكلة، وصلت 775 دولار فقط، 775 دولار ومش ما فيش حد بيزايد عليها. مبروك انباعت السيارة ب 775 دولار. معانا سيارة تويوتا هايلاندر 2022، سيارة كلين تايتل ماشية 126,000، ماينور دنت سكراتش ما فيهاش أي مشكلة، وران أند درايف 24,300 دولار، ما فيش حد بيزايد زي ما قلنا مزادات فجر، ما فيش عليها منافسة أبدا، 24,300 دولار انباعت السيارة، مبروك لصاحب النصيب. معانا سيارة أكيورا 2020، سيارة كلين تايتل وماشية 169,000 مايل، حادثها أمامي كاتبين بس الحادث بسيط جدا مش واضح، 325 دولار فقط يا شباب. شوفوا يا شباب 2020 ب 325 دولار، ومبروك انباعت بعد الموافقه ب 325 دولار فقط. معانا بي ام دبليو 2013 بدايه مزادها من 1000 دولار. سياره اكس 3 كلين تايتل ماشيه 97,000 مايل. السياره ميكانيكال، مشكلتها ميكانيكال، شغاله ران اند درايف بس مشكلتها ميكانيكال، ممكن تكون محتاجه برمجه بس طالما هي شغاله. 1050 دولار انباعت السياره، مبروك لصاحب النصيب. شوف يا شباب انا مش ملاحق اتكلم عن العربيه. معانا مرسيدس بنز جي ال سي 300 موديل 2021، سياره كلين تايتل ماشيه 102,000 مايل. السياره وصلت 19,700 دولار، السياره ما فيهاش اي حاجه، ماينور دنت سكراتش، بانوراما وفرش داخلي بيج، 19,700 دولار انباعت السياره، مبروك لصاحب النصيب. سياره معانا نيسان كيكس 2021 كلين تايتل 107,000 مايل ماشيه، حادثها خلفي ومش حادث لانه هو مش واضح في الصور، 7,400 دولار مش حد بيزايد، هتنباع بكده ب 7,400 دولار بعد الموافقه، 7,400 دولار مبروك لصاحب النصيب. اسعار عجيبه يا شباب. سياره فورد 2011 اف 150 سوبر كرو كلين تايتل ماشيه 354,000 مايل، ماينور سكراتش ما فيهاش اي حوادث ولا اي شيء، 2150 دولار، 2150 دولار يا شباب مفيش حد بيزايد، 2150 دولار مبروك لصاحب النصيب بعد الموافقه. السياره اللي معانا مرسيدس سي ال اي 250 فورماتيك 2018، السياره كلين تايتل ماشيه 153,000. شوف يا شباب السعر 4150 دولار. السيارة مشكلتها مفيش فيها مشاكل، بس فيها مشكلة في الموتور، ميكانيكال برايمري، مش برايمري ده مش ميكانيكال، الموتور فيه مشكلة، 4250 دولار فقط، 4250 دولار ما فيهاش حوادث ولا دعامات وصوبة وكالة، انباعت ب 4250 دولار، مبروك لصاحب النصيب. نيسان التيما 2021 سيارة سالفج ماشية 32,000 مايل، حادثها أمامي زي ما احنا شايفين، 3300 دولار، 3300 دولار، 3350 دولار، سيارة حادثة أمامي، سيارة سالفج ومعاها بعض القطع، 3400 دولار انباعت السيارة، مبروك لصاحب النصيب بعد الموافقة. آخر سيارة في مزاد اليوم يا شباب معانا دوج رام 1500 2004، سيارة سالفج ومشكلتها ميكانيكال، حرف اس يعني شغالة بس ما بتمشيش، تمام، مشكلتها ميكانيكال، 425 دولار فقط، 425 دولار مبروك لصاحب النصيب. ودي كانت اخر سياره في مزاد اليوم يا شباب. انا اسف، انا بعتذر ان انا ما دخلتش على المزاد ده من بدري، لان انا بصراحه كان عندي
الشغل النهارده كتير في المينا، استلم سيارات وكده في مصر هنا، انا حاليا في مصر، فانا اسف ان انا ما دخلتش على مزاد بدري، يا دوب لحقته، ده كان اخر مزاد في مزاد اليوم. فان شاء الله بكره اشوفكم في مزاد قادم باذن الله، ووعد تشوفوا سيارات ممتازه جدا وجميله ورخيصه جدا وارخص اسعار على مستوى العالم. وان شاء الله اللي حابب اي سياره يتواصل معايا على رقم الواتساب موجود بوصف الفيديو، ان شاء الله نجيب له السياره اللي بيتمناها بارخص سعر يا شباب. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط زر اللايك ويعمل مشاركه على قد ما يقدر، عشان اي حد مهتم بالسيارات يشوف المزادات ويشوف الاسعار ويشوف حالات السيارات والاسعار العجيبه اللي احنا بنشوفها مع بعض. ونشوفكم في المزاد القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.